صباح الخير البنات، كديري لاباس عليكم؟ واش بخير؟ الامور هانيه صحيح لاباس. الساعه تشير الى 8:30 صباحا، بغيت نخرج مثل ساعه اخرى. ومن هاني بغيت ندوي معاكم باش نلقى راحتي، نهضر على راحتي، نلقى راحتي باش نهضر على راحتي. المهم البنات خليكم معايا في هذا الفيديو، غنهضر لكم على بزاف الحوايج. الاكسبيريونس اللي دوزتها هاد العشر ايام، اكسبيريونس صعيبه في حياتي باش نطلع الطوموبيل ونكمل لكم الهضره، لانه كاين البرد. اصعب اكسبيريونس البنات دازت لي في الحياه ديالي، دوزت بزاف الحوايج صراحه، دوزت يعني شحال من حاجه اللي خايبه يعني دازت في حياتي، يعني صدمات بزاف الحوايج. الطوموبيل شو ورايا، باش البنات باش نمشي نجيب الساروت نحيد الطوموبيل شو من ورايا. البنات انا غنطلع في شي بلاصه باش نهضر على راحتي. خرجت بلا هوايه الصباح هذا، مول فاش ليا كنفيق بكري، ما نعساش بكري وفقت بكري، لانه انا من النوع اللي ما نكذبش عليكم، فاش كتوقع ليا شي حاجه اللي كتبرمجني يعني شي حاجه بحال هكا كما تقول حساسه، ما كنعرفش نكمل طريقي، تنستوكا يعني خصني نفك هذيك الحاجه باش كنكمل، ما بزاف زعما نكمل يعني مسار حياتي هكاك كنقدرش، صافي كنتبلوكا. غنمشي غنستاسوني في واحد البلاصه باش نهضر على راحتي. المهم البنات يلاه وصلت لواحد البلاصه، واحد الدريبه خاويه، بغيت نهضر معاكم. انا خرجت هاد الصباح هذا باش نبدل ساعه اخرى، وباش باش نديفولا، لانه انا ما كنقف قلت لكم ما كنقدر لا نعس لا ناكل في خاطري الا كان البال ديالي مشوش. بغيت ندير هذا الفيديو هذا البنات علاش؟ باش نعطيكم العبره. اي واحد يعني انا المهم نهضر على راسي، عندي هاد القناه يعني ماشي غا مكياج لباس هادي سميتو ماكله هذا، لا الغرض ديالي حتى يعني كنوعي الناس اشنو واقع بالنسبه للبنات اللي يلاه غادي يتزوجوا. بالنسبه للبنات هذا الموضوع هذا هو اللي غنهضر لكم عليه دابا، شنو واقع معايا حاليا، يعني كما كيقولوا الحرب العالميه الاولى. يعني كما كيقولوا الناس يعني الواحد اللي ما عندوش واحد الاكسبيريونس، انا غادي نعطيكم اشنو كاين كيفاش تقدري تتعاملي وشنو وقع معايا لدرجه يعني وصلت بنادم الوقاحه كما كيقولوا بغاوه باش يفاريها معايا، يعني بحال هكا جاوني نيشان وتبرؤوا منه، يعني لا بقى معايا تبرؤوا منه، وانا ما انا يا كما كيقولوا ما انا فاسقه، ما انا نهار وما طال داخلين عندي الرجاله للدار، يعني غادي تشوفوا قمه الوقاحه والوساخه فين وصلت بنادم. غادي نهضر لكم على هذا الفيديو، بعدا غنعطي واحد النقاط قبل ما ندخل لكم في الموضوع. الناس اللي كيقول لك راك انت كتبيني حياتك باش انه كيوقع لك هادشي، حتى حد ما له دخل في حياتي الخاصه، راه هذا هو المشكل، راه ما يمكنش شي واحد يتدخل في شي واحد في حياته الخاصه، كل كيقول لك يلغي بلغاه، كل وحياته، كل يدير اللي بغى. انا كنبارطاجي في القناه وحياتي، يعني ما حد يعني راجلي مقتنع بهادشي اللي انا كندير فيه، فلا يهمني الامر، ما كيهمنيش الامر. اللي عنده مشكل نفسي وعنده واحد الغل وواحد الحسد في قلبه، انا مالي دخل في هادشي، يعني ما يمكنش ليا انني غدا نسميتو على قبل واحد الشخص باش غدا نستوكي حياتي. دار النصيحه لكم بنات، عمرك ما توقفي حياتك على قبل العين ولا على قبل، انا وقفت حدا واحد الدار الناس كيشوفوا فيها، عمرك ما توقفي حياتك على قبل العين، لا على قبل العلاقه بالعين، علاقه بتقولي لا الناس غيحسدوني، حياتك كتبقى معلقه، عمرك ما غتزيدي لقدام الا بقيتي كتفكري بهذا التفكير هذا، يعني عمرك ما غادي تزيدي لقدام الا بديتي تقولي انا لا خصني ندير احتياطات، هذا غيقول لي هذا غادي نخاف من العين، لا غندير هذه، كتبقاي دوري في نفس الدوامه، ما عمرك ما غتزيدي لقدام وما عمرك ما غتحققي احلامك، يعني عمرك ما غتحققي احلامك الا بقيتي كتشوفي في الناس الاخرين. شوفي فقط راسك، ديري التحصين ديالك، قراي القران ديالك، صلي صلاتك، ديري الواجبات ديالك مع الله سبحانه وتعالى، يوقع عليك اللي وقع. وكيقول لك وما يصيبنا وما يصيبنا الا ما كتب الله لنا، ما كيصيبنا حتى شي حاجه الا ربي بغاها لنا. فغادي ندخل لكم في الموضوع باش ما نطولش عليكم بزاف واش نتوما تملوا. كنتقاسم معكم حيت نتوما عائلتي، ما كنعرفش النافق، كنعرفش نبين غا وجه الزوين في الوقيته الزوينه وفي الوقيته الخايبه، نبدا نمثل عليكم كما انا كيف ما كتشوفوني، وكنحس براسي كنرتاح بحال هكايا. وكيقول لك لا للظلم، انا حتى للظلم لا،
وباش نتوما ديروا الاحتياطات ديالكم. انا كنهضر لكم بحال هكا، ما كنحرجكم ما كنحرضكم ما والو، ولكن كنبغيكم ديروا الاحتياطات ديالكم، وديما غنبقى نقولها لكم خلي نيتك زوينه، اللي تعامل معك زوين تعاملي معاه زوين، اللي عطاك بالخيب عطيه بالتقار، ولكن اللي عطيتيه بالتقار وباقي يعطيك بالخيب فانا كذلك غنرد ليه بالخيب. مايمكنش ليا نستوكي نفسي، انا شخصيتي ما كتسمحش ليا انني نحط راسي ونردمهم تحت الارض وبنادم يعفس ليا فوق راسي، هذه ما كايناش عندي في القاموس ديالي. ندخل لكم باختصار وندخل لكم في الموضوع. المشكل اللي كاين البنات كيف ما شفتوا، كنا غاديين مسافرين، غاديين غادي نمشيو عند التريكه ديال راجلي. من بعد اشنو وقع؟ في الاول كان مشاكل، راكم شفتوا شنو وقع مع هذا مع ايران وهذا. من بعد شنو وقع؟ من بعد هادي داكشي اللي عاودت لكم. من بعد جا داك الفيروس اللي حبسنا، ما قدرناش على قبله نسافروا. فمنين وقع هادشي الناس راه ديجا مخططين لينا، يعني دايرين كيف قلت لكم في بالهم. وباش نوضح لكم اكثر، الناس اللي كيقول لك لا علاش تبغى يسافر ودرتي، انا قبل ما نسافر سواء النهار اللي راجلي جاب لي كادو الطوموبيل ناط على الهيلاله، يعني وانا من النوع اللي ساكته صافي، كنقول بنادم بعيد عليا خلي بنادم بغى يدوي خلي الفاجر ما كيهمنيش. وكيقول لك حنا ما كنتفرجوش، هما كلهم كيتفرجوا واحد واحد، واكتشفنا هادشي مؤخرا فاش تفرقعات الرمانه كلشي بان. نوضو هيلالا قالك نعم السي حيد لي هذاك الطوموبيل، لا جوج طوموبيلات، بيع لي هذاك الطوموبيل وحنا عطينا داك الفلوس. علاش؟ باش واحد قالك يمشي بها للمدرسه، على انا ماشي انسان تحيديها لي انا وتعطيها لواحد اخر، دي كيتسمى الحسد. هادي واحد. ثانيا مني كتشوف كيشوفوا شي حاجه حنا ما راديش البال لهادشي الصراحه، ما حتى الاخر يلا ولينا كنردوا البال. المره الاولى الثانيه اي حاجه كتبان لهم تشرات تخدات، انا جالسه ناشطه مثلا مع صحاباتي جالسه داكشي كيبان لهم كيتشرى داكشي وشحال من حاجه كيمشيو يعيطوا ليه وكيحرجوه وكيحرضوه وهو ساكت ما كيقول ليا والو. علاش؟ باش ما ينوضش الصداع. هاد الايامات الاخرى تفرق ترفقات كما كيقولوا الرمانه، بان الوجه الحقيقي ديال بنادم كامل، وما نكذبش عليكم غيبانوا لكم عينيه حمرين وشحال يعني شحال بكيت بالحسره. وشكرا للبنات بزاف على الرسائل ديالهم البارح، لانني بغيت يعني تفشيت قلبي عليهم، والرسائل ديالكم كلها قريتها في الانستغرام. وسمحوا لي انا ما جاوبتكمش لانكم راكم عارفين الوضع ديالي كيفاش داير، يعني ما نكذبش عليكم البنات، وصلت في بنادم الحقاره باش يطيح عليك الباطل. تعاود جبد الموضوع كيف ما قلت لكم، سدينا داكشي قلنا لهم لا 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 هذه صافي تقادت الامور، شيخي عيط لينا فيكسينا الامور. من بعد البنات علاش درت هذا الفيديو هذا؟ لانه يعني ولات قضيه فيها يعني كيهددك بنادم باش انك يا اما ديري هذه واما هذه. انا غنجيكم من وقت باش نفهمكم. عيطوا لراجلي قالوا ليه هاد النهار هذا اليوم خصهم يحضروا البينغوس ديال الحديده، الا ما حضروش غادي نكبروها معاك. علاش غتكبروها معاه بالسلامه؟ واش كيتسالوهم ليه؟ واش ديالكم شي حاجه؟ وانا عارفاهم كيتفرجوا في القناه كلهم واحد واحد كيتفرج، واش كتسالوهم ليه؟ واش كنتو كتخدموا عليه ليل ونهار؟ هو فاش كيدمر هنايا السيد راه مريض تعبان، مريض لواحد الدرجه ما كتصورش، راجليه ولا كيعرج بها، داكشي كله داز ليه رجليه، كلشي داز ليه رجليه. يلاه عنده دابا واحد الرونديفو واحد اخر، وبنادم ما كيقيلكش. واش عباد الله الحسد؟ حتى الضحكه اللي كضحكيها بنادم كيحسدك عليها. بنادم ما كيحمدش الله كيقول هذا السيد انه راه السيده غيرات ليه من حياته، كان انسان يعني غارق في الويل، شحال من حاجه بدلاته، مهليه ليه في واخا ولادو كتشوف في المشاكل مهليه ليه فيهم، شحال من حاجه وليت عايشه في العمر كبر من اللاج ديالي، يعني كنحس براسي وليت عايشه في عمر كبر من اللاج ديالي مؤخرا بهذا الشيء اللي ولا واقع. من بعد البنات شنو طرا؟ سديت بحال ما كاين والو، خليتو ممكن يتعابصوا النايضه الهيلاله وداكشي تحضر لينا داكشي. دابا مني عرفوا ما كاين والو قال لهم ما يمكنش وما تحلموش بها، يعني هادشي ولا فيه يا غديري هادي بحال داكشي داكشي بلا مشادك من السريف بلا مشادك من نفس الريفه، يا اما غديري اما غنكبروها معك. مني شافوا هو بحال هكا خرج معاهم نيشان، قال لهم ما تبقاوش تبرزطوا لي راسي لانه وصل عند حده، ما تبقاوش تبرزطوا لي راسي، خديتو بما ما يكفي. راه هادشي اللي كنقول لكم البنات نصيحه للبنات اللي ما عارفينش اشنو كيوقع في هذا الوقت هادي. شحال ديور تشراو على ظهرو، شحال طوموبيلات تشراو، شحال سميتو
بزاف د الحوايج ما بغيتش نجبدهم يعني بلا ديطاي، بزاف د الحوايج تفتخ بزاف كما كيقولوا فتخوه بالعربيه تاع عربس، ومازال ما بغاوش يحشموا. قلت لي فتخوك شحال هذه؟ داكشي منك ليهم، ولكن انا من حدي معك دابا ما يمكنش نهائيا كليا. تسدد الموضوع هذا كيف قلت لكم، ناضت الريغالطه الغواش وداكشي والو غتحضرهم وداكشي بحال بنادم زعما بنادم كيورثك وانت حي. سالينا هادشي. من بعد عيط هذا خوه الكبير قال ليه انا عارفين شكون هو الراس الكبير زعما انايا، راه هادشي هي اللي حابسك علينا وهي هادي وهي هادي. جوج الاختيارات عندها، يا اما غادا تسد هذاك يعني هذا الحساب ديالها اللي في هذه القناه هذه غتسدو، ولا غتشوف منه واحد الوجه اخر. جوني نيشان، اما غتسدو وهادي وانت علاش كتبان معاها وعلاش هادي وهادي. راجلي عبد الله مفهمه انا وياه الحمد لله وشكر الله مفهمه انا وياه، عاجبو الحال. راه ما يمكنش انا شاده من الحلقوم بزاف عليه، ما كاينش شي حاجه، راه كلشي كيشوفوه الناس، الابتسامه طالعه عليه من القلب، فرحان وعاجبو الحال. علاش كنشوف بعض العوائل كيحسدوا الولد ديالهم الا شافوه ناشط؟ راه بالعكس الا ناشط راه انت خصك تنشط. ما انا خايبه، ما انا كنهضر شي حد اللغه تا باش نتواصل معاكم ما عنديش، يعني شاده شي قاري منكم عطاونا ابتقار، راه هادشي انا اللي ما بغاش يتفهم ليا. زائد حاجه اخرى، تخيلوا معايا الا عقلتوا في الفيديو اللي ذكرت لكم اللوس، راه كلهم داروا فيه، داروا اجتماع كاملين، تجمعوا كاملين وكلهم يعني جاو نيشان، حنا ما عجبناش الحال اشنو كدير؟ على فين كنتو هاد عامينونس؟ فين كنتو هاد المده كامله وانا حلقه القناه؟ راه يلاه شي يلاه تحلت البارح ولا البارح، راه جايه العامينونس الزياده وهي محلوله، فين كنتو شحال هادي؟ دابا حتى تحبسات عليكم الرضاعه، عباش وليتو منوضين الهايلالا ومنوضين الريغالطا، تتحبسات الرضاعه وليتو كديروا الشونطاج. راه واخا يكونوا فلوس لا دروغ راه ياخذوهم هادو، راه ما يقولوش لا. المهم البنات نكمل لكم، من بعد اشنو سد عليهم كاملين، قال لهم خاصكم ما تهضروش على مراتي بحال هكايا، كما كيقولوا بلوكا كلشي، كلشي سد عليه. بصحهم قال لي داروا عقلهم هي هذيك، ما داروش ابقاو بحال هكا مدى الحياه، باش نتيا ما دايره والو. يعني قلت لي الحمد لله ملي دافعتي عليا، الحمد لله ملي جيتي من جهتي. من بعد البنات اشنو طرا؟ تخيلوا معايا قمه الوقاحه وقمه الوساخه وقمه البغض اللي في بنادم اللي انا في عمري في حياتي ما توقعت شي حد لا نديرها لي ولا شي حد يديرها ليا. تخيلوا معايا مرت لوسي حرشت راجلها اللي هو حنا باقين في عندنا امل انه انسان مزيان كيبدا يدوي معاه، حتى هو ولا في صفهم وقال لي انا معاهم وهذا الشيء ما يمكنش، وعلاش هي تحبسك وعلاش هادي وهادي. ناضت الريغالطه علاش؟ على قبل طوموبيل. عباد الله طوموبيلي الا كانت انا نيت غنمشي نبدل طوموبيلتي، نبدل طوموبيلتي حتى انايا، على انا مكرهش انا انا بغيت واحد الرونج، علاش ما نمشيش نبدلها؟ حيتاش بنادم كيشوف الاولويات، واش نبقاو مقابلين غير هذا نشريو ليه في الحديد وهذا نشريو ليه في الدار وحنا نبقاو بالله؟ راه ما يمكنش. من بعد اش دارت البنات؟ شوفوا قمه، ولكن عرفتي صحتي طاحت لي البارح، طاحت لي صحتي، هذه اللي غنعاود لكم عليها دابا دوزاتها عليا. فاش كنت مشيت عندهم وانا من النوع المسامح، كنقول المسامح كريم، مشيت ديت الكادوات وديت العجب خداتهم مني، وموراها اش دارت؟ دارت لي الفتنه مع مو، دارت لي الفتنه مع سميتو، وكنت غادي نخسر يعني كنت ديك الساعه حامله وكان غادي يخسر لي بنادم بسببها، يعني هزوني كوما للسبيطار. وزيد عليها شنو اش غنقول لكم؟ راه بزاف د الحوايج، بزاف د الحوايج اللي طراو لي مع هاد السيده هادي. وهاد الايام فاش وريتكم الكادوات حتى هي شاريه لها كادو مزيناته بثمانو، وفي الاخر اش دارت؟ كتسنى لي غير اللقطه ملي ندوز لي، حرشات راجلها مزيان، درساته مزيان، وعيط ليه قال ليه اسيا صيفطات هذا اش كيقولوا ليه، صيفطات ميساج لهذا الخمراتي، صيفطات ليه ميساج وقالت ليه بغيت ندوي معاك، وقالت ليه تفرج فيا في القناه، غير علاش هادشي كامل؟ علاش كيجبدوا ديما القناه؟ باش يحاربوني من جهه القناه باش انا نسدها، راه كيموتوا من جهتي وانا ما فراسيش، اقسم بالله وبجلاله الرحمن وانا ما فراسيش انهم كيتفرجوا، واصل لهم العظم وقمه الحسد واصله لهم القلب، وانا ما فراسيش ولو غرام
ديال 1% انني نكون عارفه انهم كيتفرجوا وكيحسدوا ما فراسيش. لو كنت عارفه منكم نتوما وغادي تفهموني. لو كنت انا عارفه هادشي واقع واش غادي نشري كادوات؟ لدرجه راجلي قال لهم، قال لهم واش هادشي كله في خاطركم وانتوما ما قايلينوش لينا؟ كنتو تقولوا لينا حنا ما نمشيوش. راه عطى الله البلدان، راه داك الفلوس اللي نمشيو بهم تما راه نمشيو بهم بلاصه اخرى نعيشوا فيهم الحياه. علاش حنا حبسنا بنادم كيسبق الاولويات؟ كيقول بنادم يشوف عائلته ويشوف دريك شو هذا باش بنادم ضروري. واحد كيقول لك دير الموت والحياه، بنادم يشوف يشوف يعني العائله ديالو اولى. اما راه الدوران والزنديق راه كلشي صافي طلع ليه في راسه. ولكن باش في الاخر انت تبغي تخسري فلوسك وموجده ومساعده وبنادم في الاخر تسمعوا منه هادشي راه هو تصم. انا ما كتبش عليكم البارح نتفت راسي ولا عندي ولا كيجيني انهيار عصبي بالغوات اللي وليت كنغوت، بالغوات اللي وليت كنغوت راسي ولا كيحرقني. دعيتهم الله في هذا النهار هذا بهاد النكد اللي نكدوني في هاد الايامات وانا ما درت لهم والو. شاده تيقاري وكنقول لكم غدا غير جنب الحيط، ما كنجبد حد ما كنادي حد. تخيلوا معايا وما غاداش نطيح عليهم الدمعه لانهم كيتفرجوا وكيفهموا، كيفهموا كل شيء. ما طيحش عليهم الدمعه وما هادشي اللي باغيني نوصل ليه. وهاد الفيديو ها هو القناه والله لا تسدات وفي ضد فيكم والله لا تسدات. تخيلوا معايا البنات نكمل لكم. عيطوا لراجلي قالوا لي راه صيفطات ميساج، وقال لي انا كون كنت منك كون فريتها معانا المحكمه تفريها بيني وبينها اللي مخليها داسره شي الدرجه. واش الواحد كيدوي؟ كيدوي بالدليل وبالبرهان، كيدوي بالدليل والبرهان. راه قلت لراجلي قلت لي على قله الرجاله غنمشي انا تالي بلاد اللي نايضه فيها الريكالطه، غنمشي تالي سبع بحور باش غنمشي نهضر مع راجل. راه نهار ما طال هنا الرجاله تابعيني بصراحه نقولها لكم، هو ديما مخاصم معايا على قبل هادشي. باش تمشي هنا ما تجيش هنا، ما تمشيش هنا، ما تجي منوضين هاديما وما عرف شنو. يعني منهم اللي كيعرفهم كاع كيبغيو يدوي معايا وما كنعطيهمش فرصه، لانه راسي مهرس عليا وطالع عليا هادشي في الراس. واش انا تتجوج عاد غنبدا ندير التبرايش هذا؟ دواس هادشي طلع عليا في الراس، قال هذا زوين هذا سميتو هذا بوغوس هذا ما يلا كنسحب لهم يلا غنبدا نفكر داك الشيء. المهم بنات والحمد لله انه ما خابش ظني في راجلي، لانه انا كنت كنتوقع اي حاجه كتبش عليكم. ما خافش ظني فيه يعني قلت يعني عطيتو جوج الحوايج. قلت ليه بغيتي تتبعهم في الراي ديالهم الله يكمل بالخير، بغيتي تكون معايا في جيتي اهلا وسهلا، اما انا راه ما نقدرش نزيد معاك في هذا الشيء انا وانا في هذا الحال هذا. هادشي راه ولا صعيب اليوم، اليوم جاب الله ما مشيتش. لو مشيت ربي كيبغيني، لو مشيت اش غيديروا ليا؟ يقدروا يدخلوا ليا شي واحد في الدار يقول لك راه جابتو للدار وطق يلا داموا الامانه امانته. ما عرفناش علاش راه خيانه يعني. تخيلوا معايا وراجلي ما تقبلهاش يعني دارت. ولكن ما نكذبش عليكم مني الواحد اداني ستوب، قلتها لك قلت لي اي حاجه تشوفها مني دابا خاصك تقول السمن والعسل، لانني تاديت بزاف اضريت بنادم ولا كيدخل ليا مع الجدر الا الباطل البنات. انا اي حاجه نقدر ندوزها وعطاو اختيار في الاخر. قالوا ليه يا تشد معنا الريتم ديالنا اللي كنقولوا لك حنايا وتصنت لينا حنايا وتفرا معاه هي يا بسلامه. هو قال لهم بسلامه، لانه علاش 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 لهالدرجه؟ الا الاب ديالو الا باه اي حاجه. انا قلتها ليه قلت لي حد الان با كيسبني يقول لي اللي قال يعني ما بحالو بحال بحالو بحال با نتقبلها منه. ولكن ما تبقى لا، راه هادشي تا ديما كنقولها لكم البنات، راه الام فاش كتكون جامعه ولادها كيكونوا كلشي مجموع، شي كيعطف على شي على جال الوالدين، كيمشي للام كيبان كلشي على حقيقته. راه هادشي ما كانش قبل يعني داكشي كله قلت لكم هكا وكيتعاملوا مزيان وهادي الا وحده انا كانوا كيقولوا شي حوايج داكشي كندوزهم داكشي راه اي دي فامي راه كيوقع فيهم هادشي. ولكن منين وصلت يعني الوقاحه بنادم يقول لي فاريها معاها وكيعطي فيه زعما بالدليل وبالبرهان زعما راه شناها راه هادي، ولكن ما كاينش دليل زعما مكتوب يعني دليل بالهضره زعما ها انت راهي شاهده هادي راه شناها صيفطات ميساج راه قالت لي دوي معايا يعني هذا تفرتيك الشمل. ولكن الحمد لله والشكر لله انه الراجل عندي ما مشاش في الدوام، راه شي راجل اخر يتيق يعني. من نتايا كتكون متعلق بداركم حتى للدرجه اي حاجه راه يتيقها. ولكن الحمد لله اللي كنقولها لكم ديما الاساس في العلاقه هي الثقه، الثقه ثم الثقه. تخيلوا معايا دابا يكون غرام ما كيتيقش فيه راه يمشي مع الدوامه، وانا بديت قال لي علاش انت كتبكي وتغوتي انا تايق فيك علاش داير هذه الحاله دي؟ الباطل والظلم ربي ما كيبغيش
ربي ما كيبغيش. راه قال لك ربي الا واحد ظلمك، راه واخا يكون مظلوم، واخا يكون يهودي تظلم، يهودي يكون تظلم، راه ربي ما يقبلهاش، وربي يجيب لي الحق حتى بين يديه. عاد باش بقى واحد مسلم وكيدعي وكيستخر الله وكيبكي لله وكيدضر عليه. انا راه والديا دابا كيدعيو، ماكذبش عليكم، وانا كندعي وكنتمنى حتى نتوما تدعيو معايا البنات. فالبنات اللي بغيت نوصل لكم في هذا الفيديو هذا، ديروا احتياطات ديالكم، لانه كاين واحد الظرف كيستغلوا الضعف ديالك، انك ما كتفهميش اللونغاج ديالهم، كيستغلوا داك الظرف ديالك، يعني انك انت ما فاهمه والو، فهما كيبغيو يستغلوا هذا الشيء، يعني لدرجه ما نكذبش عليكم وليت ما بقيتش كنقدر نتبالك اعصابي، وليت كنقدر نهرس. يعني بحال اخر مره قلت لكم البراد طاحيه، ما طاحش ليا البراد بصراحه، انا اللي فرشخشو، لانني صافي وصلت عند حدي كتشوفي راسك انت جالسه في دارك بعيده، يعني كاين الناس غيقول لك وانت بعيده علاش درتي في راسك هذه الحاله، علاش انت مسوقه. البنات كيقول لك الفتنه اشد من القتل، راه انت بعيده بعيده بامتار بحور بالبلدان، ولكن التحريض راه واحد كيكون بعيد وكيحرض راه كينوضو فتن كبرى وعظمى. فاللي ننصحكم به، هذه كنصيحه لكم مني كاختكم، يعني الناس كاينين بحال واحد الجوجات صيفطوا لي ميساجات، انا الصراحه ضحكوني ما عرفتش واش ما فهموش الموضوع ولا باغيني ما بغينا يصيفطوا هذا الميساج. انا صدمتيني فيك، انا علاش نصدمك فيه اختي؟ انا ما حرجتك ما داكشي شغالك انت في حياتك، كنهضر انا على حياتي، واش انا مشاركه معك الدم؟ لا، حياتك انا فقط كنعطي نصائح للبنات. الا بان لك بنادم كيعطيك الضر، ديما كنقول لك الوالدين ستوب، الا الوالدين واخا يديروا لك داكشي بعادي، تعاملي معاهم زوين من بعيد، ما قسم الله ما قبلوش على داكشي، جمعي راسك وتكمشي صافي. بالنسبه للخوت البنات كما كان النوع ديالهم، يعني ما تخليش شي واحد يدخل لك وسط حياتك، ما تخليش شي واحد يخرب لك حياتك. راه هما الغرض ديالهم دابا شنو من الاخر باش تفهموا الفيلم، بغاو يفاريها معايا باش يمصوه كما بغاو، بغا يفاري ما جاو مع اجاو هنيشان، قالوا ليه يا حنا يا هي، وما قالوا، قال لهم صافي وصد على كلشي كلشي، مسحهم كاملين من عنده. هادشي هما اللي بغاو، بغاو يبقى راسو يبصوه يحلبوه يديروا ما بغاو فيه، لانه شافوه مني كقبل كيدير لهم اللي بغاو. ورغم كنقول لكم راه كلهم لاباس عليهم، كلهم لاباس عليهم، فهمت؟ انا بنادم ما كيخافش الله، يلا واحد فيهم يلا مشى للبيت الله، يلا مشى لبيت الله، غادي ها غادي دابا شي 6 شهور وهو مول هاد الفتنه كامله، مول هاد الفتنه كامله، هذا اللي مشى لبيت الله. اش غنقول لكم؟ راه هادشي راه بزاف صراحه بزاف. ويلا بانت لكم مستقبلا وقعت شي تغيرات في حياتي، فانا كنقولها لكم من هنايا وما السبب، لانه الوقت والزمان الله اعلم، الله اعلم، ما عرفتش حنا شنو يقدر يوقع، عارفينش، لانه من هادشي من اليوم طايح الباطل، غد ليش تقدروا ديروا حتى اكثر من هادشي. قالت لي كيقول عندك تمشي؟ ويلي نمشي والله نمشي، شي يديروا لي اللي ما داروش هذا هتلر، اللي ما داروش الناس ديالو اللي كنحاكمهم، اللي ما داروش هما يديروا لي تحبوني انا كلخه. راه ربي دار لي شاويت الخير ثلاثه المرات، الرابعه انا ما بغيتش نفهم، جمعت راسي انا دابا صافي صافي، درس حاسم ليا وليكم حتى نتوما، نتمنى تفهموني، واخا دويتش معاكم بزاف الحوايج ولكن نتمنى تكونوا فهمتوني. راه ولا الباطل كيتحط عليا دابا غير باش يتفارق معايا، جو هنيشان بحال انا صحيبي هذا، وشوفوا البلانات كيفاش دايرين. المهم بنات غادي نمشي عند صاحبتي كتسنى فيا، يلاه عيطات لي دابا مسكينه بغات تفوج عليا شويه. بيزو ليكم كاملين فتيات، بسلام عليكم، نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي.